شدد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية على أن مبادرة الملك سلمان تجاه الحجاج القطريين قوبلت من قبل الدوحة بالإساءة والتجني وأكد أنه أن هناك نية طيبة من الملك سلمان منذ بدء أزمة قطر لاستثناء الحجاج من أي منع لأن ذلك قوبل بالتهرب والتجني والإساءة وأضاف قائلاً لسنا اهل شر ولا نخترق الاساءات ولكن اي اساءه للسعوديه هي اساءه للبحرين لا نقبلها ونرد صاعها صاعين والبادئ اضرب. وكان وزير الخارجيه قد اكد قبل يومين ان قرار خادم الحرمين بتسهيل امور الحجاج القطريين لم تحصل عليه اي دوله حتى في الظروف العاديه.